مي ما كتشوفوني بنضيع الدراهم صرا ما كنحبش نلبسهم. المهم ماما راه كتعوض، احنا وجدنا راسنا للسفر باش نشدو الطريق ولي باليسا هما وزدو. غادي تشوفوا معايا واحد السفر زوين زوين زوين، وبقاو تابعوا كاع البلوكات ديالي باش يجيكم الجديد ديالي، لانه غيكون سفر زوين بزاف غيعجبكم. هما لي باليز كما كتشوفوا، باليزه ديالي ماما، غنمشيو غير انا وماما وصافي. غتبقاو معايا حتى ندوزو الايروبورت وداكشي. نهاركم مبروك، ديروا لي لايك وسبسكرايب. هاي مع البنات، احنا وصلنا للمطار ديال شارلوغوا، غنشوفو دابا شنو غيوقع، يا ربي يكون خير وصافي. هاي البنات، انا في المطار ديال شارلوغوا، باغي الوالدة ديالي، ودابا نشوفو شنو غيوقع. البورت راه خاوي كما كتشوفو، نورمالمون الباركين كيكون عامر، راه خاوي كما كتشوفو المطار خاوي. ودابا اول مطار خاوي، وغادي ندور لكم باش تشوف. ما غادا تشرب قهوه، شكرا. تفضل مع السيد اللي وصلنا. يلا عبوت والو، انا دابا غنصبر، دابا غنمشي نشربو قهوه هنايا على ما تحل الطياره خرجوا في لاتاغاس. ماما كتاكل. نديرو التيكات من هنا، قالك متر ونص كل باساجير، دونك غنحبسو هنا على ما يدوزو هادوك الناس. هي هادي اللي عندنا حنايا، بيجاسوس ديال شركة طيارة تركية. من بعد كاينين الناس كيطيرو كما كتشوف. وحنا البنات غادي ناكلو دابا واحد الساندويتش، شرينا واحدة دو معنا واحدة نقسمو، نشربو شي حاجة. عرفتي فقساتني أنا لاخر خلعاتني، قالت لي خصك التيست ديال كورونا ديريه في تركيا باش توصلي ب 250 اورو. قلت لها شنو 500 اورو؟ لان بجوج جاتنا بزاف. باش دخلت الباج لقيت بلي ليره ان شاء الله، وقال لك ماشي اوبليغاتوار في الباج، ما فهمنا والو. المهم حنا خفنا بزاف بزاف. البنات حنا كنا كناكلو واحد ساندويتش انا الجوع مع الخلعه اللي خلعتنا ديك المراه، ما عرفنا راسنا شنو بايش تبلينا. هذيك هي الحانوت ديالهم، هذا هو المطار ديال شارلوغوا كما كتشوفوا. هنا فين كتشري لي بارفان، لقيت واحد بارفان رخيصة حمقات، نقد ما عرفتش واش نشريها ما نشريهاش، غلعات واش قالت لنا داك عدد الثمن، عاد انا تصدمت بقيت كنفكر. هاهما الطيارات، ان شاء الله دعوا معانا نوصلوا على خير ويدوز الرحلة على خير وبخير وصافي. غندخلو نضربو دورة شوية صغيرة، عجبتني واحد لي بارفان. ايوا بقيت دو طرطري، انا عجبتني واحد لابارفان لقيتها رخيصة وزوينة، معرفتش واش نزعم عليها ولا لا. المهم رخيصة بزاف، اللي هي هادي اكس اس، زوينة بزاف. وانا نضرب واحد الجولة صغيرة فهادشي ديال المطار. هيا دولشي غافانا لايت مايكل كورس، غنجرب هادي. المهم البنات كما كتشوفوا استيلا لودر ميك اب، هنا كاع هذاك الشيء. بعد اختي كتلقاو لي بخيناي رخاصين في ماما. ندي هادي انا عجبتني هادي، يمكن غنديها برا كتكون غلا من هنايا. انا دايرين بروموسيون، انا 50 راه كبيره ماشي صغيره، كبيره فيها 100. المهم غنشوفو ديك الساعة نقول لكم. ماشي صغيرة مكبيراش، مصغيراش نص. ماما قالت لك دي 100. المهم انا نشوفو من بعد نقول لك. دولشي غافانا جبدات عطر عربية ديال لا كوليكسيون، سميتها ليلة الملوك ليلة سعيدة. هادو ما شفتهمش كيتباعو في اونفيرس، ولكن عاد شفتهم دابا غيكونو 100% ديال العود. هادي دولشي غافانا تشوان واعرة 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 ديال البرد، وهادي لايت ديال الصيف خاطر.
الطائرة من اخطر لي بارفان اللي ديروا في حياتكم. المهم انا غادي نشوف شغل الشريو ديك الساعه. هاد فيرساتشي اللي داي معايا دابا هادي زوينه حتى هي ديال الصيف. هنا كاين بارفان سولدي، انا ديما كنشل البارفان سولدي بيان سور. المهم نشوف ديك الساعه نقول لكم. المهم البنات احنا غنمشيو نطلعوا دابا كما كتشوفوا أبصاني خندير سيلفي، ولكن هاد العصا خاسرة. أما شنو إحساسك؟ ما إحساسك؟ قولي ما إحساسك؟ خايفة. المهم صافي بلاتي صافي. المهم البنات شو شفتوا؟ عرفتي الدرة كتهرب ليا من هنا كتهرب ليا من هنا. حنا باقي ما طرناش، دابا حنا في الطيارة انا والوليده. بدات صافي ان شاء الله نسوا على خير ندعيو لينا بعدا كينا. هي ديك الطنطره راه خلعنا بزاف 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 بزاف. نصنا حنا في مطار ديال تركا، ودابا غادي يطلعونا في الطوبيس غيديونا حتى ل سميتو حتى المطار. الوليدة ديالي هادي الطيارة اللي نزلنا فيها ونجلسو هنا. ماما شدة الخلعة حيت غناخد عندي واحد التيست غادي نحط خلعاتنا. انا فيها الحساسات حاب المزيكا، انا فيها الحساسات كيتبدل عليا الجو باش كنمشي من دولة لدولة. هادي ديما كتبقى عليا في المغرب. عندهم الغبابة ما عندهمش بحال صفر، عندهم بحال بارد، ماشي بارد بحال صفر مغموض مغيم، واحد الجو اللي خايب. قال بغيت نتصور الشميشه، كيعجبنا هذا الجو، كيجي في اكتئاب. الجو اللي قالت لكم غيب، السنه اللي غتكون غيب اليوم. بلا سيدي ماريا، ماجيش نشوفها غادي نشوف. انا كنشوف كل شيء. ومال البنات نتمنى تعجبكم ريحتنا لتركيا والبلوكات ديالنا. يلاه صباح عليكم. حمد الباشا جينا الطياره، جوج طياير ولا ثلاثه طيار مع بعضياتهم، تلاقينا بزاف د الباشا. ماشي كيتجرى. ان شاء الله يكون خير وصافي. دابا حنا ما عارفينش فين ديوالنا غندوزو. المهم حنا دابا في تركيا ديوالنا ديالهم، حنا تابعين الناس حيت بزاف د البشر بانونا خارجين دقه واحده. شي لهيها وشي هنايا، حنا تابعين هذا دوما جا معانا. هذا ديال تواركا، هذوك انترناسيون، حنا ماشي تواركا ماما. هادو دايرين بلاص انترناسيونال بوحديتها وبلاص ديال الترك بوحديتها. المهم تسمى ديال صحاب الترك، حنا هنا صحاب انترناسيونال. دابا حنا وصلنا المطار. سيري سيري هزيها ماما كتجريش عندك. المهم هادو المطار ديالها. هادو فين عندهم الاخر، هاديك فيكتوريا سيكريت، صف ديال بروكس فيها فيكتوريا سيكريت، ولكن راه سادة. يلا سيري عاي سيري، انا ما ندخلش، انا سالمه اليدات ديالي يدخل حاشا كون بسيط. انا في صراحه في الشنطه هما مصراعين. شنو شفنا فلوس تركيا او خطره نشوفهم نفس عمي. ماشي مطار ما فيش الواي فاي حتى هذا مشكله. انا لاكارت ديالي ديال لابلجيك غادي التعيطات داروا لي خاصها تقبل تقريبا 3 اورو للدقيقه، اورو اس ام اس
دونك غادي تجيني زباله الفلوس ويفي كاع ما طراس كيكون غاتويت هنا ما عندهمش غاتويت. المهم هو الطاكسي راه قال سميتنا راه هو تما غادي نمشيو معاه كنساينو قالنا ساينو هنايا ما عرفتش كيجمع بزاف ديال الناس يمكن وديك الساعه نمشيو للاوتيل ونمشيو نتعشاو زايدين انا بساعه دابا حنا دغيا دغلا طلعنا الحال احنا في تركيا اول خطره نوصلوا وغادي نكتشفوا غادي تكتشفوا معانا عرفتوا ما كاين لا تحاليل لا عبور راه كيكذبوا علينا بالطحالة كتغترجعنا وسمحوا في الطياره راه ما تثقوش فيهم تقول كاين تحاليل 250 يورو داكشي اللي جايبو تركيا ما كاين لا تحليل لا والو بصافي المهم تبقى معانا دوز معانا بلوك زوين حنا جا صيفط لنا الشيفور ها هي السياره اللي نقلتنا على المطار وما كيجاك الحال حد الان مزيان كيجاك المطار ديالهم احنا خرجنا دابا حنا غادي للاوتيل والشيفور اللي صيفطوا لينا باش نمشيو للاوتيل دابا الطاكسي صراحه الطاكسي عندهم زوينين بحال اللي راه كيجلس 5 طوال مقيين بزاف 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 كما كتشوفوا ديالك هذاك ديال الدين وهذه زويون بزاف ما خاصي كنصبر الطاكسي طاكسي زويون دقيقه قال لي راه في اي بي جاي نسكو في اي بي باش عرفوا حاجه فاطمه الزهراء جايه لهنا جاوا لها في اي بي ان شاء الله نتمنوا هاد المسافرات تدوز زوينه ودعوا معانا باش ندير لكم فلوقات زوينين هذا هو لا شامبر اللي شدينا في الاوتيل الاولاني انا عجبني بزاف هذا الاوتيل لانه القمه ما كتشوف في الكوفر كما كتشوفوا عنده لافيست زوينه وهذه الحومه جايه انتيك زوينه بزاف 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 ثانك يو هذه هي البيت زوين ماما كتقولي طوري معاه دابا كنهضر ماما ديال لا شومبر ديالنا حنا غادي نانستاليو ومن بعد غادي نمشيو نخرجو ناكلو ها هو الدوش يعني صراحه اوتيل نقي بزاف عجبك ماما اوتيل نقي داري لك حتى الصنادل فين هكا لي بانطوف هنايا ها هو المهم اوتيل زوين عجبني انايا شتو كي داير ستايل ديالو عجبني البنات حنا غنهودو دابا غنمشيو نعودو باش نمشيو ناكلو نتعشاو يلا وصلنا او صافي عندنا مشكلة سالفين في الحساب ديالهم ما عرفناش يعني كل دولة كيفاش كتعامل بفلوسها وحنا ما عارفينش دابا غنشوفو الأتمنة ويلي ويلي دفعنا الضف وسط سنة المهم البنات شوفوا هذا هي الشارع كما كتشوفوا ماما غادا والأذان سبحان الله عندهم صوتو فن الأذان ياك ماما زوين هاد الشارع زي بحال هاك الشكل ديال ايطاليا هذاك شي واحد الشكل زوين هاد الشارع ها هو واحد الشارعات يعني زوينه صراحه حد الان راه عاجبنا حيت فيها الشوارع زوينين السيل اللي كيعجبنا حنا داك الشيء صوت الاذان غنقرا ماما بحال مونكلاغ حقيقي بحال مونكلاغ نهودو من هاد الشارع نشوفو شنو كاين ولا نهودو السونتر حدا الواد عندهم ما تبارك الله هاد الاوتيل فيه شراجمات حمرين وهاد النافوره وهاد الزنقه اللي هنايا صافي حنا هو دينا البنات
ماما دوري وقفي هنا وقفي هنا جاتك زوينة كي هبل الأتات ماما هتندمح الجامز بزاف د الحوايج واو لا تزيدي شنطة هادي بحال ديال المغرب شوفي كيسان كي دايرين اخت موي الزربية عندهم النقرة راه قال لي حمزة النقرة راجلي باغي سلسلة النقرة وقال لي جيبي لي سلسلة النقرة سمية خزعشان شوفوا هذوك الدايرة مالك خاتم يعجبني انا شي خاتم فارق عندهم هذا الشيء زوين هذه بحال النقرة العثمانية هاد حريم السلطان كما كتشوفوا المهم هاد الشارع جاي هكا زويون بزاف كله اوتيلات يعني شي حاجة كلاس زوينة ماما وقفين صورك ماما دوري 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 الدورة هكا شوفي فيا انا كنقول ماما شوفي فيا مبغاش تشوف فيا زوينة شوفي هادو شوفي هادو لا ديكورات عندهم كيحمقو ماما شوفي الدار د المغرب وي ضربت راسي 16 ليرة شو هاد الشي شوفي هاي كصايب شي حاجة ما نسيتي ما خدت جلسة ها هي ها هادي ماما كتقول لها نتعشو غير ست قلت لها باقي هاد المنطقة اللي جينا ليها في شدنا اوتيل سياحية يعني بحال نقول لك الصويرة ديالنا شوف الحلويات مهم دابا راه حيت بدات كتخوى الدنيا قالنا سلام وغادي نمشي ناكلو شي حاجة وديك الساعة حتى الغدا ونشوفو حنا ما نشريوش دابا حتى نشوفو الأسمنة في كاع المناطق ولكن عندنا داكشي ارتيزانال واعر دونك شي حاجة زوينة غير هما راه كيشوفوك اترونجي راه كيغليو عليك وحنا راه مشينا شي بلاصة ما عرفناش فين حنا نخرجو هكا ناكلو في هاد الريستورون عرفتي سميتها وما نسيتش جا حتى واحد حدا واحد القهوة سميتها كلامور هادو الأكل المهم دوما دينا واحد لاخر دابا جبنا غير المقبلات حمص وهادي مورا عاد غادي نوريكم الطبسيل اللي غادي نجيبو هادا عصير رمان أول خطرة نشربو هادا عصير رمان من بعد نقول لكم واش بنين ولا ماشي بنين ما بقاش معطيك مال ما عقلتش عليه قلت لي بعد الثمن لا داك لا كلاص كريم انا رمان تا رمان خدينا في السونتر في بلاصه باش ما نجلس في الطوب خلينا ناخذ كوكا كولا انا خذي كوكا كولا هيا تبعت ماما ما عجبنيش بزاف خذي كوكا كولا ولا كوكا كولا ماما ناكلو وصافي هو صحي زوين ولكن ولكن حسن كوكا كولا صلاه بنين ولا شي حاجه لا بنين بنين هو حامض شوية فهمتي الناس شوفوا كي دايرة الزنقة في هاد اللعيبة بحال الشاشيات زوينين علينا يا ماما خبزة كي دايرة ضربة على يدك جوج حيد هاد الصاك هاد الخبزة منفوخه باش كتحطها غادي تفش ها صورها نديرها في بلوك عندي كنافه بلا كلاص هذا قال لك لا كلاص دقه ماما الجيلاتي ديالو قول لي كي جاتك هذا لا كلاص ديالو ما بالي لا قصة ولا بحال ناطا كان زينو اساي يجيبو لينا الكلاص ديالهم كيدكوه بالميستيكا هذا فين ميستيكا مسك الحرة ماما عيات يعني ولا حومة
مزيانة. ماما احنا ناكلو شربو اتاي هو جبنا اتاي دابا. ثانك يو. هاد بلاصة سميتها الصفا. كان هذيك بلاصة بغينا نمشيو ليها ساعة عامرة بزاف عندها اشكال وانواع.